الدي اس ام اللي عندهم في البيت. طيب احنا الجزء بتاعنا كله في الاخر بيجيب ايه؟ حاجه واحده اللي هي خلاص اجيله في المره دي. المايك ما كانش شغال بس. كان شغال اصلا؟ طيب فاحنا هنتكلم زي ما بقول لكم على كذا حاجه كلها بتليد لنفس الموضوع اللي هو الاو اف دي ام. الاو اف دي ام ككونسبت موجود من سنه مثلا 70 او اواخر الستينات، فموجود من زمان قوي. الناس ما بداتش تستخدمه غير في على سنه 2000 كده 2001 لما نزل اول واي فاي سيستم بيزد على ستاندرد اسمه 802.11a بدأت الناس تستخدمه. طيب ايه السبب في كده؟ السبب في كده انه في الفترة دي لقوا انه الـ DFT اللي احنا هنتكلم عنه او اللي هو اللي انتوا عارفينه يمكن باسم الـ FFT، الـ FFT هو نفسه الـ DFT لكنه ألجوريزم عشان يحسب الـ DFT بشكل سريع. كويس؟ فهو بيحسب نفس معادلة الـ DFT لكن بألجوريزم سريع. طيب فاحنا هنتكلم على الـ DFT لان هو زي ما بقول لكم الحاجه اللي خلتنا نعرف نعمل امبلمنتيشن للـ OFDM systems. فده الجزء الاولاني، هم اول محاضرتين هنتكلم فيهم عن الـ DFT. الـ DFT برضه ليه ميزه ثانيه ان هو الفورير ترانسفورم تكنيك اللي انت ممكن تستخدمه على الكمبيوتر. كويس؟ فاي حد عاوز يعمل فريكونسي اناليسيس هيستخدم الـ FFT على الكمبيوتر. فهو ده طبعا يعني فايده ثانيه كبيره جدا ليه ان هو الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تستخدمها. فاحنا هنتكلم عنه في اول محاضرتين وهنشوف بعد كده ازاي بنستخدمه في الامبلمنتيشن بتاع الاوف دي ام سيستمز. الحاجه الثانيه بقى هنتكلم عنها هو البروبرتيز بتاعت التشانلز. كويس؟ فاحنا عندنا تو تايبس اوف تشانلز هنتكلم عنهم اللي هي الواير لاين شانل. الواير لاين شانل ده اللي هو سلكه التليفون اللي موجود عندك في البيت. هنتكلم عن البروبرتيز بتاعتها والمشاكل اللي موجوده فيها وازاي المالتي كارير سيستمز اللي هي الاوف دي ام والدي ام تي ازاي بتقدر تتغلب على المشاكل اللي موجوده في التشانلز في الواير لاين شانل. نفس الكلام هنتكلم عن الفيدنج شانل اللي هي الوايرلس شانل، برضو ايه المشاكل اللي فيها وازاي نقدر نعملها كاركترايزيشن. فهنشوفها بقى ونشوف تفاصيلها كويس في المحاضرات اللي بعد كده لغايه ما هنخش بعد كده على الكونسبت بتاع المالتي كارير موديوليشن اللي هي المحاضره نمره 7 هنا دي. المالتي كارير موديوليشن ده هو الكونسبت اللي بيزد عليه عملوا الدي ام تي والاوف دي ام. فهو الكونسبت بيزد على ايه وازاي المالتي كارير موديوليشن ده بيقدر يتغلب على المشاكل اللي احنا شفناها بقى قبليها في التشانلز الموجوده. وهنشوف برضو ازاي احنا هنقدر نعمل يعني امبلمنتيشن للسيستم يوزنج الدي اف تي. هنشوف بعد كده الديسكريت مالتي تون اللي هو التايب اوف مالتي كارير سيستم اللي موجود في الواير لاين شانل والاوف دي ام والاوف دي ام اي اللي هم التكنيكس الموجوده في الوايرلس شانل. كويس؟ الحاجات دي كلها موجوده طبعا من كتب مختلفه في شبات مختلفه يعني واحنا بننزلها على انتوا بتستخدموا بلاك بورد مش كده كلكم؟ تمام فهحطها لكم على البلاك بورد بحيث ان كل الحاجات هتبقى عندكم يعني وهي نفس الحاجات اللي موجوده من كذا سنه. طيب عارفين مين الراجل ده؟ ده الراجل اللي اخترع الوايرلس كوميونيكيشنز، ده اسمه ماركوني. كويس؟ فالوايرلس كوميونيكيشنز دي بدأت الناس تشوفها لما هو عمل ان هو قدر يبعت سيجنال وايرلسلي من حته للتانيه، الكلام ده كان 1897 زي ما انتم شايفين، وفي خلال كام سنه كده قليلين قدر يبعت سيجنال اكروس الاتلانتيك اوشن يعني من انجلترا لامريكا في 1901. فهو ده اللي ايه اللي بدا القصه بتاعت الوايرلس كوميونيكيشنز واللي بسببه طبعا هو خد النوبل برايز في سنه 1909 وهو يعتبر ايه ابو الوايرلس كوميونيكيشنز يعني. طيب ابتدينا بقى في موضوع الوايرلس كوميونيكيشنز، بدات الناس تعمل يعني قدر ان هو يحاول ايه يشيل مثلا تليفون عشان يتكلم. فطبعا اول سيستم هنا يمكن واضح هو السيستم ده اللي هو ان هي العربيات البوليس في مدينه ديترويت بدات تكلم بعضيها عن طريق موبايل سيستم. وفي الثلاثينات راديو اكويبمنت اوكيوبايد موست اوف ذا بوليس كار ترانك، يعني كانت العربيه شنطه العربيه البوليس كانت واخده الاكويبمنت كلها عشان يقدر الراجل اللي في العربيه ده يقدر ايه يكلم الناس بتوع البوليس التانيين لو عاوز يقول لهم اي حاجه.
بعد كده العمليه تحولت الى اف ام بعد شويه يعني، وبدا الاف ام هو اللي يستخدم في القصه دي، وموست اوف بوليس سيستمز كونفرتد للاف ام في الفتره دي. اول بقى بعد كده حاجه بقى فيها شكل الكوميرشاليزيشن يعني للتليفونات المحموله يعني، هي كانت 1946 لما عملوا لينك ما بين الموبايل سيستم وما بين البي اس تي ان اللي هي السنترالات العاديه، التليفونات العاديه اللي الناس بتكلم فيها بعض في البيوت. فالكلام ده بدا في 1946، وبدات بقى القصه شويه بشويه كده تطلع. ففي الاربعينات كان عندنا 50,000 يوزر، في الخمسينات بقوا 500,000، في الستينات بقوا 1.5 مليون. فواحده واحده كده ايه بدات الناس تستخدم الايه التليفونات في عربياتها. طبعا ما كانتش محموله اكيد يعني، ما كانتش محموله ولا كان بيشيل شنطه على ظهره فيها التليفون، بس هي كانت في العربيات في الفتره دي. تمام. وبدانا بقى ايه في 1976 بدات الموبايل يبقى شكلها يعني بدات تخش اكتر يعني في الدنيا يعني. وكان في مدينه نيويورك 540 كاستمرز بيستخدموا 12 شانلز في نيويورك سيتي، وكان في 3700 في الويتنج ليست، والسيرفيس كانت بور ديو تو بلوكينج، لانه الناس كانت بتبقى بلوكد على الشانل يعني، كان كله بيحاول يتكلم مثلا وكان بيبقى حد بيتكلم واخد الشانل، فكان في مشكله لسه السيريال كونسبت ما كانش لسه ماتيريالايزد، في حاجات كتير قوي ما كانتش ماتيريالايزد. فزي ما انتم شايفين عدد الكاستمرز في نيويورك سيتي اللي هي فيها دلوقتي بتاع 10 مليون ولا 15 مليون شخص، كان فيها ايه 500 واحد، والكلام ده يعني مش من زمان قوي، ده يعني من اقل من 50 سنه. طيب بعد كده بقى دخلنا في السيريال كونسبت بقى، وبدات الدنيا يعني تزيد بشكل جامد جدا، وبدا اول سيستم يطلع سيستم حقيقي يعني هو الامبس ده، كان موجود في امريكا. وبعد كده بقى جت الجي اس ام في اوروبا اللي هي 1989، وجت الاي اس 95 اللي هو السي دي ام اي سيستم كان موجود في امريكا في اواخر التسعينات. فالدنيا بدات ايه تتحرك بشكل كبير قوي في الثمانينات والتسعينات، وبقت التليفونات زي ما انتم شايفين كده، الموبايلات كانت ايه يعني موجوده في كل حته بقى. تقريبا التسعينات كان البلاد الكبيره يعني زي امريكا وكده كان مثلا نص الناس معاها موبايلز ولا حاجه في التسعينات. فالدنيا ايه جروث حصل جامد في الثمانينات والتسعينات. امبارل بقى للسيريال فونز وكده كان في القصه بتاعت الوايرلس لوكال اريا نتوركس اللي هي واي فاي مثلا. فاول حاجه في سنه 90 عملوا فورميشن لاي تريبل اي جروب اسمها 802.11. الجروبس اللي يعني بتشتغل في الحاجات دي هي الهدف بتاعها انها تديفاين ستاندردز. تديفاين ستاندردز يعني ايه؟ يعني هو هيقول دلوقتي لو حد عاوز يعمل واي فاي لازم يفولو الستاندرد الفلاني. يفولو الستاندرد يعني يعمل السيجنالز بشكل معين يبقى كلنا متفقين عليها، التايمنج بتاع كل حاجه تبقى ديفايند في الستاندرد، والناس عشان تعرف تكلم بعض، الاكويبمنت عشان يعرفوا يكلموا بعض لازم كل واحد فيهم يفولو الستاندرد ده عشان الناس كلها تعرف تكلم بعض. فالواي فاي بدا لها جروب في 1990، واول بقى ريليس من الاي 802.11 ده كان نقول مثلا في 2001 2002 في الفتره دي بدات الايه الواي فاي تبان يعني، وتبقى زي ما هي موجوده كده يعني. بعد شويه بقت كل الناس عندها واي فاي يعني. الستاندرز دي برده بتديفاين الريتس. فالريتس في الاول كانت بنتكلم على ماكسيمم اوفر 54 ميجابيتس بير سكند، بعد شويه عملوا ريليس مثلا في 2009 بيسبورت 150 ميجابيتس بير سكند، وكل شويه بيطلعوا ستاندرز جديده بتسبورت ريتس اعلى. وده طبعا يعني بتقدر انك انت ادفانسز بقى اللي في الالكترونكس هي اللي بتخليك تقدر تزود الريت، لانك انت بيبقى عندك كومبلكس سيستمز، فالالكترونكس كل ما هي بتجري كل ما الكوميونيكيشنز ايه يعني خلاص بتشوف ان في حاجه معينه ممكن تتعمل. فالحاجه اللي كانت كومبلكس من خمس سنين على بتوع الالكترونكس النهارده ما بقتش كومبلكس، يقدروا يمبلمنتوها. فتلاقي ان الايه ستاندردز عماله تديفاين حاجات اسرع واسرع كل شويه لهذا السبب. طيب في حاجه برضو ثانيه ماشيه امبارل مع دور اسمها وايرلس مان اللي هي متروبوليتان اريا نتوركس، اللي هي حاجه زي مثلا لو تسمعوا عن حاجه اسمها واي ماكس. واي ماكس ده متروبوليتان اريا نتورك، هو ده بيبقى الهدف منه مش يوزر يكلمه زي واي فاي ولا زي 3 جي، ده غالبا بيتعمل بحاجه اسمها باك هولينج، يعني بيكونكت مثلا مباني ببعض وحاجات زي كده موستلي يعني. فبرضو الستاندردز ده كان بيزد على الاوف دي ام اللي احنا زي ما بنتكلم عنها يعني اساسا. واحنا في مصر كان عندنا برضو زي كونتريبيوشن قوي يعني في حكايه الوايرلس مان ده، ونظمنا هنا في جامعه القاهره نظمت الواي ماكس ستاندرد، ودي كانت حاجه كبيره يعني ساعتها. فاحنا برضو كنا داخلين في القصه دي جامد، ودي برضو بيزد على الاو اف دي ام اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله. طيب هنا بقى طبعا الدنيا برضو اتحركت ازاي في اخر 20 سنه.
ان سي دي ام اي دبليو سي دي ام اي وسي دي ام اي 2000 اللي هي 3 جي بدات الديبلويمنت بتاعها في 2001 وبعدين بداوا بقى يعلوا ريتس شويه فسموا حاجه اللي هي 3.5 جي اللي هي اتش اس بي اي لما بتوصل اب تو 14 ميجا بتس بير سكند اتش اس بي اي بلس بتوصل هو سموها 3.75 جي بتوصل 42 ميجا في 2011 السيريال فونز عدت 4 بليون في العالم و75 مليون في مصر وفي 2020 7 بليون و93 مليون في مصر فيعني الدنيا يعني جروث كان جامد قوي في الفتره اللي هي لغايه 2011 دي الدنيا يعني جروث كان قوي جدا يعني ال LTE اللي هو 4G اللي موجود دلوقتي بدا في العالم في 2009 ودخل مصر في 2018 ال 5G اوريدي بدا ديبلويمنت في 2019 في كوريا وهو برضه بيزد على الاو اف دي ام كويس فزي ما قلت لكم الاو اف دي ام وبقاله 20 سنه هو التكنيك الوحيد تقريبا يعني اللي مستخدم في الكوميونيكيشن سيستمز يعني موجود بس يعني طيب اي سؤال طيب هنبدا بقى نخش على الموضوع الاولاني بتاعنا اللي هو الدي اف تي الدي اف تي ده زي ما قلت لكم هو الفوريير ترانسفورم اللي التايم والفريكوانسي دومينز بتوعه ديسكريت كويس فهو ده ميزته الاساسيه وهو ده عشان كده الناس بتستخدمه يعني لان هو الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تستخدمها على الكمبيوتر فلو جينا بصينا هنا كده هنلاقي ان الفوريير ترانسفورم هو يعني اول واساس الفوريير ترانسفورمز كلها التايم دومين بتاعه كان كونتينوس وابيريودك الفريكوانسي دومين كان كونتينوس وابيريودك برضه تمام الفوريير سيريز كان كونتينوس وابيريودك الفريكوانسي دومين ديسكريت وابيريودك الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم كان ديسكريت وابيريودك في التايم دومين وكونتينوس وابيريودك في الفريكوانسي دومين فزي ما انتم شايفين اي دومين لما بيبقى كونتينوس السيجنال فيه الناحيه الثانيه بيبقى ايه ابيريودك ولما بيبقى ديسكريت الناحيه الثانيه بيبقى ابيريودك فكلهم بيدوروا وبيلفوا حوالين الكلام ده طيب احنا عشان نعرف نستخدم الفوريير ترانسفورم على الكمبيوتر محتاجين التو دومينز يبقوا ايه يبقوا ديسكريت تمام كل اللي قدامنا ده مفيش حاجه فيهم ديسكريت في الناحيتين تمام فمفيش حاجه ديسكريت في الناحيتين فبما ان مفيش حاجه ديسكريت في الناحيتين فمفيش اي حاجه من دول نقدر ان احنا نستخدمها على الكمبيوتر كويس طيب الناس بقى فكرت في الموضوع ده ازاي هقول لكم ادي طبعا الايكويشنز كلها اللي انتم عارفينها الفوريير ترانسفورم الايكويشنز عامله ازاي الفوريير سيريز والديسكريت تايم فوريير ترانسفورم فالناس كانت بتدور على فوريير ترانسفورم يكون ديسكريت في الناحيتين كويس طيب يكون ديسكريت في الناحيتين دي هنعملها ازاي احنا شفنا قبل كده في سنه تانية لما خدت السامبلينج عملت ايه في السامبلينج قلت والله انا عندي كونتينوس سيجنال في التايم دومين كويس طيب الكونتينوس سيجنال اللي في التايم دومين دي انا ما اقدرش اخزنها مثلا على كمبيوتر لانها كونتينوس فقلنا هنعمل ايه قلنا طيب احنا هنسامبل السيجنال اللي في التايم دومين دي وبعدين نشوف بقى ايه ربنا يسهل لنا كده ونشوف ايه اللي هيحصل حلو فعملنا ايه لما عملنا سامبلنج للسيجنال في التايم دومين طلع لنا ان الفريكوانسي دومين حصل له ايه اتكرر صح ليه لانه الطبيعه بتاعت السيجنالز دي بتقول ايه لو اي حاجه انت خليتها ديسكريت في دومين لازم الدومين الثاني يبقى ايه يبقى بيريودك فانا لما خليت السيجنال اللي هي كانت كونتينوس في التايم دومين خليتها ديسكريت عملت لها سامبلنج فلازم الدومين الثاني يبقى ايه بيريودك فده اللي حصل لما انا كان عندي فريكوانسي دومين مثلا جهاز المثلث اللي كان بتاع السيجنال ده حصل ايه بقى المثلث ده عادي اتكرر لو تفتكروا الرسمه اللي انتوا خدتوها في سنه ثانيه بس اكتشفنا ايه اكتشفنا ان المثلث اللي بيتكرر ده لو انا عامل السامبلنج ريت اعلى من حاجه معينه المثلثات دي هتبقى بعيده عن بعض فانا هقدر اجنريت السيجنال الكونتينوس من السامبلز بتاعتها لانه الديسكريت سيجنال ادتني مثلثات كتير لو هما بعاد عن بعض وانا جيت عملت كده روبس فلتر على واحد منهم هيطلع لي مثلث واحد المثلث الواحد ده هو كورسبوندنج في التايم دومين للسيجنال المظبوطه تمام فاكتشفنا ان احنا نقدر ان احنا نخزن الكونتينوس تايم سيجنال على كمبيوتر عن طريق السامبلز بتاعتها بس بايه بشرطين الشرط الاولاني انها تبقى باند ليميتد الشرط الاولاني هتبقى باند ليميتد والشرط الثاني انه السامبلنج ريت بتاعنا
يبقى اكتر من ايه؟ دبل الباند ويدث بتاع السيجنال. تمام؟ فلو انا عندي الكونديشنز دي موجوده باند ليميتد سيجنال وانا سامبلتها باكتر من دبل الباند ويدث، هقدر ان انا اخزن السامبلز دي وارجع منها الكونتينوس سيجنال من غير ما لوز اي حاجه. يعني الكونتينوس سيجنال اللي هتطلع من فلترنج السامبلز هتبقى بالظبط ايدنتيكال للكونتينوس سيجنال اللي كانت موجوده في الاول. يبقى كده قدرت ان انا اخزن السامبلز بتاعتها ايه؟ على الكمبيوتر ومفيش اي مشكله هتحصل. قول. معلش لو انا ما فهمتش، احنا لسه ما قلناش. مش فاهم احنا عملنا ايه في ال الحته اللي انا شارحها دلوقتي دي ما لهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه، دي ليها علاقه بالكونتينوس سيجنالز. حد معاه قلم سبوره؟ حد معاه قلم؟ نسيته في المدرج الثاني. انزل هات من سهير. عارف سهير سكرتيره القسم؟ سيجنال ولا حاجه احنا لسه ما اتكلمناش عنه؟ انا ما بقولش حاجه جديده، ده انت خدته سنه ثانيه. مش كان عندك كونتينوس سيجنال وعملت فيها سامبلنج ولا مش فاكر الكلام ده؟ فاكره صح؟ طيب لما كان عندك كونتينوس تايم سيجنال وسامبلت فيها حصل ايه؟ يا ابني متنح كده ليه؟ حصل ايه؟ مش فاكر. حد فيكم فاكر؟ فاكرين طبعا صح؟ سيجنال عامله كده صح؟ التايم دومين سيجنال دي كانت في الفريكوانسي دومين عامله كده. تمام؟ لما عملنا سامبلنج حصل ايه؟ ده تايم ماشي. حصل ايه؟ المثلث ده بقى عامل كده. بقى هنا زيرو. تمام؟ ده اللي احنا خدناه في سنه ثالثه، ان التايم دومين سيجنال ليها باندويدز، ليها سبيكترم. السبيكترم ده ممكن يكون باند ليميتد وممكن يكون مش باند ليميتد. وان انا لما بعمل سامبلنج في التايم دومين سيجنال الفريكوانسي دومين بيتكرر. كويس؟ لو انا خدت السامبلنج ريت اكتر من دبل الباند ويدث بتاع السيجنال، المثلثات دي او السبيكترم بتاع السيجنال هيبعد، وهقدر ان انا اعمل روباس فلتر كده اطلع منه السيجنال. لو كنت انا عامل سامبلنج بريت واطي كان البتوع دول هيخشوا في بعض كده. وكنت ساعتها ايه؟ هاجي اعمل باند ويدث هنا، حاجات هتخش في بعضيها وهيحصل لي الحاجه اللي احنا كنا بنسميها الياس. تمام؟ فده اللي حصل لما كنا بنتكلم على التايم دومين سامبلنج. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف لو انا هعمل فريكونسي دومين سامبلنج هيحصل ايه؟ طيب تعالوا بقى نشوف كده اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا خلاص جربنا، يعني شفنا دي وعرفنا ايه اللي حصل لما عملنا سامبلنج المره اللي فاتت، واكتشفنا منه ان الاوبجكتيف بتاعنا عرفنا نحققه. لو السيجنال باند ليميتد وعملت لها
سامبلنج بريت اعلى من دبل الباندويتس هعرف ارجع السيجنال من الايه من السامبلز بتاعتها. طيب لو انا بقى دلوقتي عاوز اعمل نفس الكلام على القصه اللي احنا عاوزين نتكلم فيها دلوقتي، انا عاوز تايم وفريكوانسي دومينز الاثنين يبقوا ديسكريت، فهعمل ايه؟ هناخد هنقول احنا هنبدا من الدي تي اف تي. الدي تي اف تي ده التايم دومين بتاعه ديسكريت والفريكوانسي دومين بتاعه كونتينوس، كويس؟ يعني التايم دومين اهو الاربعه سامبلز دول. يا جماعه مش عاوز اسمع صوت تليفون ولا اي رنه، خلاص الاربعه سامبلز دول هيدوني ايه؟ هيدوني الكونتينوس ده. سيبكم السامبلز دلوقتي، هيديني الكونتينوس سبيكترم ده ومتكرر. اوكي؟ يعني هيبقى كونتينوس وبيريودك. حلو؟ طيب فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول خلاص احنا بادئين من حاجه التايم دومين بتاعها ديسكريت، ودي حاجه كويسه، ده هعرف اشتغل بيها على الكمبيوتر. انما الفريكوانسي دومين ماله؟ كونتينوس. فعشان اوصل للي انا عاوزه هعمل ايه؟ هسامبل الفريكوانسي دومين. خلاص؟ فالخطوه اللي احنا هنعملها ان احنا هنسامبل الفريكوانسي دومين ونشوف ايه اللي هيطلع لنا زي ما عملنا هنا. طيب فادي الايكويشن بتاعتنا اللي هي كانت شكلها عامل كده، اكس اوف اوميجا سيجما اكس اوف ان اي اس ماينس جي اوميجا ان. فهنسامبل في فريكوانسي دومين، فهنشيل اوميجا ونحط بدلها 2 باي على ان في كي، ان كابيتال، يعني هاخد ان سامبلز كابيتال في البيريود بتاعت ال دي تي اف تي. فبقى الشكل عامل كده. حلو؟ فبقى عندي حاجه جديده اسمها اكس اوف 2 باي على ان كي، او احنا هنسميها اكس اوف كي على طول، واحنا فاهمين انها معناها 2 باي على ان كي، هتساوي x of n e اس ماينس جي 2 باي كي ان على ان. يعني خدت سامبلنج للايه؟ للاوميجا ب 2 باي كي على ان، خدت ان سامبلز. فبقى اللي عندي ان x of k دي هتساوي السيجما من ماينس انفينيتي لانفينيتي x of n في e اس ماينس جي 2 باي كي ان على ان. هاخد الانفينيت سميشن ده واقسمه لمجموعه من السميشنز كل واحد فيهم طوله ان. خلاص؟ فبقى عندي من 0 ل n-1 اهو، من ماينس n ل ماينس 1 اهو، and so on. تمام؟ فبقيت اقدر اكتب الانفينيت سميشن ده في الاخر على شكل التو سميشنز دول. سيجما من l بتساوي ماينس انفينيتي لانفينيتي، سيجما من n بتساوي ln ln بلس n-1. يعني خدت كل n فيهم، كل n كابيتال، وحطيتهم ايه؟ وحطيتهم في سميشن لوحده. بعد ما كتبت الشكل ده عملت change of variables، جبت ال L قبل ال N وال N بقى قبل ال L، فبقت ال equation شكلها الحاجة اللي تحت دي، بقت سيجما من N بتساوي 0 و N minus 1 من L بتساوي minus infinity infinity X of N minus LN E أس minus J مش عارف ايه. هاخد بقى البتاعة دي كده كلها اللي هي سيجما من L minus infinity infinity X of N minus LN كل دي على بعضها كده، وهسميها XP of N، وهسميها XP of N. هنقول الكلام ده معناه ايه دلوقتي؟ بعد ما سميت دي اكس بي اوف ان، بقت الايكويشن عندي شكلها عامل كده، اكس اوف كي بتساوي سيجما اكس بي اوف ان اي اس ماينس جي 2 باي كاي ان على ان. وبقيت اقدر اطلع اكس بي اوف ان من اكس اوف كي بالايكويشن الثانيه. فدول كده اسمهم هم فوريير ترانسفورم بيرز، بطلع اكس ان من اكس كي واكس كي من اكس ان. هم دول اسمهم ايه بقى؟ اسمهم الدي اف تي، ديسكريت فوريير ترانسفورم. طيب ايه الحاجه بقى هنا اللي احنا مش عاوزينها؟ احنا كنا عاوزين الديسكريت فوريير ترانسفورم يعبر عن مين؟ عن اكس اوف ان. طلع لنا بيعبر عن مين؟ اكس بي. طيب ايه اكس بي دي؟ اكس بي دي هي البريودك فيرجن بتاعت اكس. ما احنا عارفين ومتاكدين ان احنا لو عملنا سامبلنج في دومين لازم الدومين الثاني يبقى بريودك، كويس؟ وهو ده اللي حصل، انا عملت سامبلنج في الفريكوانسي دومين، فاللي حصل ان التايم دومين بتاعي بقى بيريودك، كويس؟ فالبيريودك سيجنال دي اللي احنا لسه هنتكلم عليها هي واكس اوف كي اللي هي السامبلز بتاعه اكس اوف اوميجا، هما الاثنين مع بعض عاملين فوريير ترانسفورم بير، كويس؟ فبقت اكس بي واكس اوف كي اقدر اجيب دي من دي واقدر اجيب دي من دي، تمام؟ طيب هل احنا كنا عاوزين اكس بي هي اللي تبقى فوريير ترانسفورم مع اكس اوف كي؟
كنا عاوزين اكس مين؟ اكس اوف ان من غير اكس بي. طيب تعالوا نشوف بقى اكس بي دي هي ايه وعلاقتها ايه باكس. اكس بي دي رسمه اكس بي لو ان كانت اكبر من ال. ان دي اللي هي النمبر اوف سامبلز اللي في الفريكوانسي دومين، وهي نفسها البيريود بتاعت السيجنال دي. السيجنال دي انا بجمع اكس اوف ان كل ايه؟ كل ان كابيتال. فاكس بي دي عباره عن ان انا هاخد اكس اوف ان اهي، مثلا السيجنال اللي عندنا عامله كده 4 3 2 1 عند تايم 0 1 2 3 ماشي. عشان اجيب اكس بي بعمل ايه؟ باخد اكس اوف ان دي واشفتها واحطها عند ان، فتبقى عند ان وان بلس 1 وان بلس 2 وان بلس 3، واخدها واحطها عند ماينس ان ماشي، واحده ثانيه عند ايه؟ ماينس ان، واحده ثالثه عند 2 ان وماينس 2 ان و3 ان وماينس 3 ان وهكذا، وبعدين اجمع كل دول على بعض كويس. فبقى عندي حاجتين ممكن يحصلوا، يا اما ال ان دي هتبقى كبيره انف انه البيريودز دول مش هيخشوا في بعض فهيجي لي الشكل الفوقاني. لو ان كبيره اكبر من عدد السامبلز اللي في التايم دومين هيحصل الشكل الفوقاني. لو ان بتساوي بالظبط عدد السامبلز اللي في الفريكوانسي دومين هيساوي هيبقى الاكس بي شكلها ايه؟ هتبقى عامله كده، هيجزقوا في بعض كل واحده تيجي بعديها الثانيه على طول. لو بقى ان اصغر من ال هيحصل ايه؟ هيخشوا في بعض زي ما انتم شايفين كده. انا كان عندي 4 سامبلز قيمتهم 4 3 2 1، بقى عندي 5 3 2، الواحد اتجمع على 4 فبقوا 5. فالسيجنال حصل فيها ايه؟ اسمها ايه بقى الحاجه اللي حصلت دي؟ افتكروا اليسنج، بس اسمها بقى ايه؟ تايم دومين اليسنج كويس؟ اللي حصل ده اسمه تايم دومين اليسنج، ودي حاجه طبعا كان متوقع انها هتحصل بشكل او باخر، لان ده اللي حصل هنا والحاجات متشابهه. انا هنا اكبرت الدومين اللي هو التايم دومين، الكيس دي اكبرت التايم دومين انه يبقى ديسكريت عن طريق ان انا سامبلت السيجنال. فالفريكونسي دومين غصب عني بقى بيريودك، فالمثلث ده بقى ايه؟ مثلثات كتير. ولقينا كونديشن ان المثلثات دي مش هتخش في بعض لو انا عامل سامبلنج سريع انف. نفس الكلام حصل هنا، انا اكبرت الفريكونسي دومين انه يبقى ديسكريت، فالتايم دومين بقى بيريودك، بس انا لو واخد سامبلز كتيره انف في الفريكونسي دومين البيريودك تايم دومين سيجنال مش هيحصل فيها اليسنج. فهي كونسبتشوالي هي نفس الحاجه بالظبط كويس. سامبلنج في التايم دومين نتج عنه انه الفريكونسي دومين بقى بيريودك، وهنا سامبلنج في الفريكونسي دومين نتج عنه ان التايم دومين بقى بيريودك، وبقى في كونديشن يخلي هنا الفريكونسي دومين ما يدخلش في بعضه وما يعملش اليسنج، وهنا ان التايم دومين ما يدخلش في بعضه وما يعملش اليسنج. اوكي؟ فده الايه الكيس اللي احنا وصلنا له. يبقى احنا كده لو انا واخد ان اكبر من ال يبقى انا دول اقدر اشيل البي واكتب هنا اكس اوف ان، فبقت اكس اوف ان دي كسامبلز بتبقى ريبريزنتد باي اكس اوف كي كسامبلز، وبقت اقدر اروح للفريكونسي دومين السامبلد ده عن طريق الايكويشن اللي فوق، وارجع للتايم دومين السامبلد عن طريق الايكويشن اللي تحت. لازم تكون لو مش ليميتد في التايم يبقى لازم اخد انفينيت نمبر اوف سامبلز، لازم ان تبقى اكبر من ال. طب هي مش ليميتد في التايم، هناخد اكزامبل ونشوف ايه اللي هيحصل. ماشي؟ اي سؤال؟ ال هي النمبر اوف سامبلز اللي في التايم دومين، او اخر يعني انا باسيوم ان التايم دومين سيجنال موجوده من 0 لغايه ال ماينس 1، ممكن يكون في زيروز في النص مش مهم، المهم المسافة ما بين أول واحدة اللي أنا بقسيهم منها عن تايم 0 وآخر واحدة اللي هي عند L ماينس 1. فدورهم L، ما هي من 0 L ماينس 1 فدورهم L. هي بقت بيريودك في التايم غصب عنك. لو أنا عايز أرجعها. ما أنت هترجعها لو هي ما دخلتش في بعضيها، لو أنت في الكيسز دي. لا مش فلتر التايم، الفريكونسي دومين سامبلز دول هتعرف ترجع منهم التايم دومين سامبلز. لو كانت اكس بي هي نفسها اكس في البيريود الاولانيه. لو انت واخد سامبلز كتير انف في الفريكونسي دومين هتعرف تعمل كده. هنا 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 كانه فلتر في التايم دومين، انك انت بتاخد ايه؟ ويندو. هتبص على 1 بيريود من اكس. ده اسهل من فلتر. قول.
مظبوط من الايكويشن دي وجه ايه؟ ما احنا قلنا ما هو اكس اكس ان هي 1 بيريود من اكس بي لو كانت ان اكبر او تساوي ال فهيرجع لي فعلا هو اكس بي بس انا عارف ان انا بما ان السامبلز بتوعي كتير في الفريكوانسي دومين ف1 بيريود بتاعت اكس بي دي هي اكس ده لو ما حصلش يا جاسم مش ترجعها ما هي قدامك ما هو البيريودك سيجنال دي موجوده من ماينس انفينيتي لانفينيتي انا هبص عليها من زيرو ان ماينس 1 هنشوف هنشوف لو هنعمل حاجه تانية هنشوف مثلا فلترنج والبتاع هنشوف النهارده واحده واحده اي سؤال طيب يبقى احنا كده وصلنا لفورير ترانسفورم بير اللي هو ده قول الكي هو الاندكس بتاع الفريكوانسي دومين زي الان ما هو الاندكس بتاع التايم دومين ماشي احنا كده وصلنا ايه للدي اف تي بير ان انا لو انا عندي النمبر اوف سامبلز في الفريكوانسي دومين اكتر من التايم دومين هعرف اريبريزنت الفريكوانسي دومين بسامبلز يفولي ريبريزنت التايم دومين كويس احنا كنا فاكرين قبل النقطه دي ان انا لازم يبقى عندي كونتينوس فريكوانسي دومين عشان اعرف اريبريزنت الايه التايم دومين الديسكريت اكتشفنا ان احنا لو احنا عندنا عدد قليل من السامبل او عدد ليميتد من السامبلز في التايم دومين اقدر اعمله ريبريزنتيشن بعدد ليميتد من السامبلز في الفريكوانسي دومين ومش لازم يبقى كونتينوس فريكوانسي دومين اوكي فقدرنا نوصل لايه الايكويشن الظريفه دي اللي انا اقدر ادروب منها البي لو انا عارف ان الان اكبر من الان كويس طيب تعالوا نشوف اكزامبل انا عندي سيجنال اسمها اكس اوف ان عدد السامبلز اللي فيها هي ال كابيتال اللي هو في الكيس اللي احنا رسمناها دي 10 اوكي وعاوز اتفرج على الفريكوانسي دومين بتاعها الدي تي اف تي والدي اف تي الاثنين طيب الدي تي اف تي هو الايكويشن اللي فوق دي اللي هي اكس اوف اوميجا اللي هي الكونتينوس اكس اوف اوميجا كويس واللي تحت دي هي السامبلز فريكوانسي دومين فيها ان سامبلز في البيريود طيب رسمتهم بقى عامله ازاي ده الكونتينوس فريكوانسي دومين اوكي ده الكونتينوس فريكوانسي دومين اللي فوق ريبريزنتس الايه ال10 وحيده اللي احنا رسمينها قول المعادله اللي تحت دي هي اللي فوق بس شلت اوميجا وحطيت 2 باي على ان 2 باي كي على ان عملت لها سامبل عملت سامبلنج في الفريكوانسي دومين تمام فادي ايه الكونتينوس فريكوانسي دومين طيب لو انا هاخد ان بتساوي ال يعني انا خدت 10 سامبلز 10 سامبلز في الفريكوانسي دومين هيجي لي ايه من دول؟ هيجي لي بالاندكس اللي انا كاتبه ده كل 100 هيجي لي سامبل كل 100 فلو انا خدت 10 سامبلز في الفريكوانسي دومين هيجي لي الرقم ده هو 10 وبعدين 0 0 0 0 0 0 0 كله 0 تمام؟ يبقى السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين ساعتها هتبقى ايه؟ 10 و 0 9 0 طيب خدت انا 2 ال يعني خدت 20 سامبل في البتاعة دي فهيجي لي سامبل كل 50 من الاندكس اللي انا عامله فهيجي لي هنا يعني واحده اخد واحده واسيب واحده اللي هم عليهم الدوريات دول تمام فاخد صفر وماكسيمم صفر وماكسيمم صفر وماكسيمم وهكذا هيجي لي الشكل اللي فيه ايه الصفر والماكسيمم لو انا خدت 4 ال يعني خدت 40 سامبل في السبيكترم ده هيجي لي كل الايه الخطوط اللي قدامكم دي كويس فمن الواضح ان انا كل ما لو كان الاوبجكتيف بتاعي ان انا ازود الريزوليوشن وزي ما هنتكلم بقى المحاضره اللي جايه الريزوليوشن بتاعه الفريكوانسي دومين اللي انا بشوفه يعني ممكن يكون الاوبجكتيف بتاعي ان انا اتفرج على السبيكترم بتاع السيجنال كويس وانا ما اقدرش ارسمه كونتينوس فبرسمه ديسكريت برسمه سامبلز فكل ما ازود السامبلز كل ما ايه هقدر اشوف شكل السبيكترم بشكل احسن اوكي فده هو الـ يعني اللي احنا هنشوفه من الاكزامبل ده اي سؤال؟ طيب فببساطه ده اللي احنا اتكلمنا فيه تايم دومين سامبلنج كونتينوس سيجنال نسامبل فيها الفريكوانسي دومين هيتكرر عشان ارجع تاني كونتينوس سيجنال بعمل ايه؟ لو باس فلتر فبيجي لي مثلث واحد اللي هو ايكويفالنت بالظبط لايه؟ للكونتينوس سيجنال الاساسيه. هنا بقى حاجه متشابهه ان الفريكوانسي دومين كان كونتينوس عملت فيه سامبلنج
السامبلينج ده ايكويفالنت لان انا خليت الديسكريت سيجنال التايم دومين سيجنال خليتها بيريودك، هعمل ويندو كده شبه الفلتر اللي انا عملته هناك بس المره دي ويندو في التايم دومين، اطلع منه ايه السيجنال الاساسيه اللي انا كنت بس بتعامل معاها. فهي دي الانالوجي، سيجنال اكس اوف تي عمرها سامبلينج تطلع اكس اوف ان فلتر تطلع اكس اوف تي تاني، اكس اوف اوميجا عمرها سامبلينج تطلع اكس اوف كي فلتر اطلع منها اكس اوف اوميجا تاني، او اطلع منها بقى ايه لو انا عاوز التايم دومين كمان. طيب ده بقى اكزامبل. اي سؤال يا جماعه في اللي فات؟ قول. ده لا ده اسمه ديسكريت سينك. لا هو في النص ونازل بس ديسكريت، يعني السينك الثانيه بتاعتك بتبقى عامله كده وبتقعد تنزل لغايه انفينيتي. الديسكريت سينك بتبقى شبه السينك كده وبعدين بتطلع تاني عند البيريود دي وعند البيريود دي، تنزل وتطلع بيريودك يعني، فده اسمها ديسكريت سينك. ماشي قول. ما هو الفريكوانسي دومين ده انت ممكن ترجعه في فلتر برضه، يعني ممكن زي ما هنشوف في الاكزامبل اللي جاي. اظبط ماشي. طيب ده حد فيكم كان سال على لو السيجنال انفينيتي هيحصل ايه صح؟ ادي لو السيجنال انفينيتي، السيجنال دي هي انفينيت سيجنال اسمها اي اس ان يو اوف ان، تمام؟ يعني شكلها ايه؟ نازله كده زي اي اس ماينس ان ولا حاجه شبهها كده. فالسيجنال دي في التايم دومين انفينيت صح؟ جينا عملنا كالكوليشنز وطلعنا الفريكونسي دومين بتاعها طلع شكله كده اللي هو الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم اللي هو كونتينوس وبيريودك، كونتينوس وبيريودك اللي هو ده. فده الفريكونسي دومين المظبوط بتاع البتاع دي، تمام؟ طيب السيجنال اللطيفه الانفينيت دي عشان اعرف اطلع الشكل ده مظبوط هي انفينيت في التايم، يبقى محتاج اخد فيها كام سامبل في الفريكونسي؟ انفينيت برضه صح؟ ما هي انفينيت، ما انا لازم ان يبقى اكبر من ايه؟ ال. ال هنا انفينيتي، يبقى ان لازم تبقى كام؟ انفينيتي. ادي برضه ايه حاجه ما تنفعش، انا على الكمبيوتر واجي عندي انفينيتي واجي عندي كونتينوس، تمام؟ فلازم في الاخر يبقى ليميتد، ايا كان لازم يبقى ليميتد. فانا هاخد البتاع الاكس اوف اوميجا دي وهعمل فيها ايه؟ ان سامبلز. هعمل فيها ان سامبلز. طلع لنا ايه بقى من الان سامبلز؟ طلع لنا الشكل ده. كويس؟ فده سامبلز في الفريكونسي دومين. حلو؟ طيب لو خدنا السامبلز دي وعملنا لها اي دي اف تي، خدنا ال 10 سامبلز دول وعملنا لها الاي دي اف تي، السيجنال اللي هتطلع هل هتبقى نفس السيجنال الاولانيه؟ لا. ليه؟ السيجنال الاولانيه اساسا كانت انفينيتي. البتاع ده فريكونسي دومين فيه 10 سامبلز، فيطلع لي كام في التايم دومين؟ 10. احنا هنا ان وهنا ان. خلاص؟ طيب ال 10 سامبلز اللي في التايم دومين دول مش هم الانفينيتي صح؟ هيبقوا حاجه ثانيه مش شبه الانفينيت سامبلز يعني. هتراعي ايه بقى؟ لو جيت عملت اي دي اف تي للسامبلز هتراعي ايه؟ اي اس ان على 1 ماينس اي اس ان كابيتال. كويس؟ طيب وبعدين هنا اول اوبزرفيشن ايه؟ لو ان كبيره هيحصل ايه؟ اي دي حاجه ما بين 0 و1، يعني اي دي اصغر من 1. حاجه اصغر من 1 وعملها اس ان كبيره هيحصل فيها ايه؟ هتروح لزيرو، هتصغر، هتقعد تصغر. يبقى انا كل ما ازود ان كل ما البتوع دول يقربوا من مين؟ من الاولانيه اللي هي كانت اي اس ان بس، الاساس كان اي اس ان، دي اي اس ان على 1 ماينس اي اس ان كابيتال. فكل ما ان تزيد كل ما البتاعه دي تقرب من الحقيقه. صحيح؟ وده منطقي ومتوقع طبعا، لان انا كل ما بزود في السيجنال الاساسيه ان اللي انا باخدهم كل ما بقرب من الحقيقه، لان التيل بتاع السيجنال قاعد بيصغر مني، تمام؟ طيب فلو ان لارج انف اكس بي والابروتش اكس اوف ان، دي سيجنال هتبقى بيريودك بسايز ان وهيبقى شكلها عامل كده. طيب عاوزين بقى نريكونستراكت الفريكونسي دومين، يعني ايه نريكونستراكت الفريكونسي دومين؟ زي ما عملنا ريكونستراكشن للتايم دومين هنا. انا هنا كنت باخد السامبلز دي بتاعت التايم دومين وعامل لها لو باس فلتر، يعني اكشولي لو انت خدت كل واحده من دول وعملت حواليها سينك هترجع السيجنال دي بالظبط. كويس؟ فانا ممكن اعمل نفس الكلام في السامبلز بتاعت الفريكونسي دومين
عن طريق ان انا احطها وراها ايه الديسكريت سينك اللي انا لسه موريهولك من شويه صغيرين اللي هو ده. فممكن اخد كل سامبل في الفريكوانسي دومين احطها وراها الديسكريت سينك واشوف الكونتينوس فريكوانسي دومين اللي هيجي من السامبلز هيبقى شكله ايه. فلو عملنا كده هيطلع لنا ايه الايكويشن دي. احنا كان عندنا اساسا الفريكوانسي دومين كان 1 على 1 ماينس اي اي اس جي اوميجا كويس. لما جيت اعمل ريكونستراكشن للفريكوانسي دومين من السامبلز بتاعته جالي الترمات دي زياده تمام. برضو كل ما ان تزيد هيحصل ايه؟ البتاع دي هتقرب لصفر والبتاع دي هتقرب لصفر والاكسبريشن ده هيقرب لايه؟ للحجر المظبوطه. طيب لو انا جيت بصيت هنا بقى على الكونستراكتد فريكوانسي دومين هلاقي ايه؟ انا اساسا كان عندي السبيكترم احمر تمام؟ عملت فيه سامبلنج وبقى عندي الخطوط السوداء دي ورميت السبيكترم احمر. عاوز بقى استخدم الخطوط السوداء في ان انا اطلع كونتينوس سبيكترم. فبعمل انتربوليشن ما بينهم بالديسكريت سينك فلتر. لما هعمل كده هيحصل ايه بقى؟ هيجي لي مين؟ كيرف اسود تمام؟ فكده الكونستراكتد سبيكترم اللي طلع ما هواش مظبوط. زي ايه بالظبط؟ زي هنا لو كنت عملت فلترنج لدي. لو عملت فلترنج لدي هتلاقي انه الريكونستراكتد سيجنال مش هتبقى عامله كده، هتبقى عامله مثلا كده مثلا. تفضل ايه؟ هتعدي في النقط لكنها مش هتمشي على الكيرف. نفس الكلام هنا. بتعدي على النقط لكن ايه؟ مش ماشي على الكيرف. طيب كل ما زود ان هيحصل ايه؟ كل ما زود ان يعني لو خليت ان دبل هيحصل ايه؟ هيجي لي خط اسود في النص عند النقطه دي. ولازم الكيرف الاسود يعدي فيها كمان. فهتلاقي نفسك الكيرف الاسود غصبا عنه عمل كده. كويس؟ فكل ما تزود ان كل ما انت بتقرب من كل ما انت بتقرب من ايه؟ من الحقيقه. كويس؟ لغايه اما توصل لنقطه معينه يبقى فيها الايرور بالنسبه لك اكسبتبل. زي ما عملت ريكونستراكشن هنا، انت هنا بتعمل ريكونستراكشن ازاي؟ بتعديه على فلتر، بتعدي السامبلز دي على فلتر اكشولي بيحط سينك حوالين كل واحد. هتعمل نفس الكلام هنا، هتاخد الخطوط دي وتعديها على فلتر بيعمل ديسكريت سينك. هيطلع لك الكيرف الاسود. ديسكريت سينك في فريكوانسي دومين. كويس؟ هي ايكويفالنت لايه في التايم دومين؟ ايكويفالنت في التايم دومين ان انا هاخد السيجنال دي واعمل لها دي تي اف تي. هي نفس الحاجه. لو خدت ده عملت له دي تي اف تي هيطلع لي الكيرف الاسود. لو خدت دول عملت لهم انتربوليشن بالديسكريت سينك هيطلع لي الكيرف الاسود. ما هو ويندو يعني اسمها. اسمها ويندو. مظبوط. الويندو كانت هو كل حاجه موجوده في التايم والفريكونسي. لكن في الكيس دي الفريكونسي دومين هو اللي كان فيه المربع ده. في الكيس دي التايم دومين هو اللي فيه المربع ده. فالمربع ده لما بيبقى موجود في دومين الناحيه الثانيه بيبقى فيه سينك. فهتلاقي هنا سينك حوالين كل نقطه من دول. هنا هتلاقي سينك حوالين كل نقطة بس ديسكريت سينك وحوالين النقطة اللي في الفريكونسي. مظبوط. ايوه. ايوه ما هو احنا كنا بندخل ال ونطلع ان، لكن الان دي لما تعملها انفرس ديسكريت فوري ترانسفورم كانت بتطلع سايز ان. الشويه اللي ما بين ال وان دول كانوا بيبقى زيروز اللي هو الشكل ده. هنرجع شويتين بس يعني احسن. انت هنا عندك
الزيرو اللي هو الزيرو ده ال L minus 1 اللي هي النقطة دي، دي اسمها L minus 1 والنقطة دي اسمها N. حلو؟ فأنت لما بتعمل inverse DFT هيجي لك الأربع قيم دول وهيجي لك من أول هنا لغاية هنا زيروز، واخد بالك؟ فأنت بتتكلم العادي إنك بتقول أنا هي N هنا وهنا حتى لو كانت التايم دومين، بس أنت فاهم إن التايم دومين فيها L مثلا، ماشي؟ لكن أنت لو عندك frequency دومين بس وعملت له inverse يبقى N. انت تبص بقى تلاقي اه والله ده في كذا زيرو فيهم، يبقى هي السيجنال فعلا طولها كان 5 بدل 10. مظبوط صح. ايوه، ما هي بص، هو احنا هنا بنكتبها كده ان انا عندي ال هنا وان هنا، لكن في الحقيقه انا لما باجي اعمل، لما تيجي تكتب مثلا الاف اف تي على الكمبيوتر بتكتب ايه؟ اف اف تي والسايز، السايز ده هو سايز التايم وفريكونسي. فانت لما بتقول مثلا هنا دي اف تي سايز 10، حتى لو السيجنال داخله بخمسه مفهوم ان الخمسه دول بحشر جنبيهم خمس اصفار واعمل لهم حاجه بسايز 10، حاجه انهيرنت وسط وسط اللي احنا بنعمله، ماشي؟ اي سؤال يا جماعه تاني؟ اي سؤال؟ اسال. شكلك كده عمال تتامل. طيب البروبرتيز بتاعه الدي اف تي، في طبعا بروبرتيز كتيره، وفي بروبرتيز كتيره شبه الفوريير ترانسفورمز الثانيه اللي احنا اتعاملنا معاهم في سنه ثانيه. احنا هنركز اكتر على البروبرتيز الاساسيه بتاعه اللي هي مختلفه عن البروبرتيز بتاعه الحاجات الثانيه. فطبعا هنا بنقول ان اكس ان واكس كي هما الفوريير ترانسفورم بيرز. خلي بالكم انا مش كاتب اكس بي، انا كاتب اكس، لانه انا ال النورمال سيتويشن ان انا عندي سيجنال بسايز ان فيها ان سامبلز وعاوز اعمل لها فوريير ترانسفورم سايز ان، كويس؟ ده النورمال سيتويشن. حتى لو كانت دي عدد اقل شويه انا فاهم ان انا بحط ايه؟ بحط زيروز بحيث يبقى السايز ان وخلاص. فده اول حاجه. تاني حاجه هنا ده طبعا الايكويشنز، ازاي اطلع دي من دي وازاي اطلع دي من دي. تالت حاجه ودي الحاجه المهمه بقى، انه احنا نبقى فاهمين ان كل الاوبريشنز اللي بتحصل في اي حاجه بعملها هي بتحصل على البريودك سيجنال مش بتحصل على السيجنال، كويس؟ فانا لازم ابقى فاهم مع ان انا كاتب اكس لكن انا في الحقيقه بتعامل مع اكس بي، كويس؟ تعالوا نشوف انا اقصد ايه بالكلام ده. طبعا هنا اول بروبرتي مهمه هنتعرض ليها لما نيجي نتكلم على الامبلمنتيشن بتاع الاو اف دي ام سيستم عن طريق الدي اف تي، هي انه لو اكس ان ريل اكس كي ايكوال اكس كونجكت اوف ان ماينس كي، والبتاعه دي هنستخدمها وهسالكم عليها كمان اربع خمس محاضرات لما نيجي نعمل حاجه معينه. فدي اسمها سيمتري بروبرتي، يعني ات ويل بي يوزد بعد كده هنعملها هنستخدمها يعني. وفي بروبرتيز ثانيه بقى تقدر تستخدمها لو انا عندي ايفن او اود او ايماجينري سيجنالز. طيب في حاجه اسمها باكسفالز ثيرم اللي هو الكوريليشن هنا ما بين السيجنالز في التايم وفريكوانسي دومينز زي بعض، او لو انا عاوز احسب الانرجي بتاعه السيجنال احسبها من التايم دومين زي ما احسبها من الفريكوانسي دومين. اوكي؟ طيب دي لينيارتي بروبرتي طبعا زي اي فوريير ترانسفورم، بضرب في كونستنت واجمع على بعضه بيطلع نفس الكلام الناحيه الثانيه. ماشي، تعالوا بقى نشوف اول حاجه هيبان لنا فيها بقى قصه ان انت لازم تبقى فاهم انه اكس ان هي في حقيقتها اكس بي اوف ان. فاول حاجه هنتكلم عنها هي الشيفت، كويس؟ الشيفت ده زي ما شفنا يعني وزي ما انتم عارفين، لو انا قلت لك ان دي اكس اوف ان اهي دي، كويس؟ يبقى انا لو عاوز اعمل اكس اوف ان ماينس 1 هعمل ايه؟ هاجي كده واحط نفس الاربع قيم دول لكن من اول ايه بقى؟ من اول واحد. فدي اكس اوف ان، دي اكس اوف ان ايه؟ ماينس 1، كويس؟ طيب انا بقى لو انا عاوز اشوف الشيفت within الكونتكست بتاع الدي اف تي، الشيفت ده هيحصل على ايه بقى؟ هل هيحصل على اكس؟ هل اقدر اعمل كده؟ احنا اصلا السيجنال بالنسبه لنا ديفايند باي البيريود اللي من 0 ل n ماينس 1، واحنا شايفين ان الباقي شبهه يعني بيريودز بتتكرر، فانا دايما ببص عليها في البيريود اللي من 0 ل n ماينس 1. فالشيفت في القصه دي هو بيحصل في الحقيقه شيفت على مين؟ على البيريودك سيجنال. فلو عاوز اعمل شيفت انا هعمل كده في الكونتكست بتاعنا،
هعمل كده، هعمل ايه؟ هاخد السيجنال بتاعتي اهي، وفي شيفت حصل في الـ في الايكويشنز زي ما هنشوف هيحصل في ايه يعني. فاول حاجه هاخد السيجنال اكون منها البريودك سيجنال كويس، وبعدين اشفت البريودك سيجنال، وبعدين ابص على 1 بيريود من البريودك سيجنال خلاص. فالشيفت هنا ما بقاش الشيفت ده، بقى الشيفت ايه ده، الاربع ستيبس دول بقيت لما بعمل شيفت في السيجنال ما بقاش مجرد شيفت بحرك البتاع الناحيه دي ولا الناحيه دي، لا بقى ان انا اخد السيجنال اعمل بيريودك سيجنال اشفت البيريودك سيجنال اخد 1 بيريود من البيريودك سيجنال. اوكي فده الكونتكست بتاعنا كده. ال بكتب بقى البتاعه دي ازاي؟ بكتبها بالشكل ده اللي هي x of n minus 1 مكتوب تحت 4 اللي هي كده مثلا. نعم لا السيجنال ما اتغيرتش. لا ما ثانيه واحده، طب ما احنا هنا برضو كان عندنا السيجنال اهي واكس اوف ان ماينس 1 بقت اهي، ما اتشفتت ما مش ما هو ايوه ماشي. طب وبعدين لا ما هو ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ان الكونسبت بتاع الشيفت مختلف شويه. ما هو مختلف مش زي التاني، التاني انت كنت بتحركها وبدل ما هي من 0 ل 3 بقت من 1 ل 4، المره دي لا، المره دي انت كل حاجه مش بتحصل على دي، كل حاجه بتحصل على البريودك فيرجن منها. فبقى الشيفت اللي بيطلع لنا بيطلع لنا كده. فانا لو هعمل شيفت على البتاعه دي هيبقى شكله عامل كده. ماشي؟ طبعا من ان انا بصيت على من 0 ل 3 هنا. انا دايما ببص على السيجنال من 0 ل n ماينس 1. فخلاص انا بقى عندي بتاع الشيفت ده اهي، هبص عليها من 0 ل n ماينس 1. بس. مفيش ايه لسه هنشوف ايه دي ما لسه. احنا بس عاوزين نشوف الشيفت بيبقى عامل ازاي. ماشي مفيش حاجه لسه، احنا بس بنقول الشيفت ايه اهو. هتشوف دلوقتي هنستخدمه ازاي. فبقيت بكتب انا ايه بقى؟ بقيت بكتب الشيفت بالشكل ده. x of n minus m وفي n كده تحت. ده معناه ان انا هاخد x of n. ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس. x of n minus m وتحتها ايه؟ n. يبقى انا معناها x of n minus m mod n، mod ده اللي هو باقي القسمه. كويس؟ باقي القسمه. حلو؟ فبقى الاكسبريشن ده بقى مكان بدل ما انا كنت بكتب زمان x وقوس واحد n minus m. بقى قوسين وتحت n بقى معناه كده. فالمكتوب ده هو معناه اللي موجود هنا ده. باخد السيجنال اعمل periodic signal اشفت البريودك سيجنال اخد 1 period من البريودك سيجنال. كويس؟ تعالوا نشوف ده هنستخدمه ازاي دلوقتي. نعم. عشان ال n ده هو البيريود بتاعتي. انا ممكن اكون عامل للسيجنال دي دي اف تي سايز n، وممكن سايز 2 n، وممكن سايز 5 n، ممكن اي سايز. لا ما هو باقي القسمة ده انت، انا بس مش عاوزين ده وقت كتير. باقي القسمة ده هو هيجيب لك البتاع دي هنا. باقي قسمة n ماينس m على n. ماشي؟ طيب السيركلر شيفت ده بقى ممكن يتعمل بطريقه اسهل شويه، يتعمل ازاي؟ ان انا هكتب السيجنال على السيجنال مثلا y بتساوي x اوف n ماينس 1 مود 4 اللي هي البتاع اللي احنا كاتبينها دي. ادي x اهي 4 3 2 1. كويس؟ y بتساوي x ماينس 1 السيركلر شيفت، ده بيسموه السيركلر شيفت يعني، احنا عاملينه ده اسمه سيركلر شيفت. فده معناه ايه؟ ان انا هاخد الارقام اللي على الدايره دي واروح رففها انتي كلوك وايز واحد. فلما عملها انتي كلوك وايز واحد بقت الواي بتاعتنا شكلها عامل كده. فبقت اكس اوف ان 4 3 2 1 واي اوف ان 1 4 3 2. خلاص؟ فبدل القصه اللي كانت مشروحه الاربع خطوات دول بقت في خطوه واحده وهي مرسومه على ايه؟ على دايره. الحاجه الثانيه اللي انا ممكن اعملها ان انا احط الحاجات على اكس كده وكل حاجه تطلع من هنا ادخلها هنا. فانا عاوز اعمل هنا شيفت 1 هروح مشفت دول كده واحد، فالتلاته دي ايه؟ اترمت بره. اترمت بره يعني ايه؟ لفها وحطها من الاول.
خلاص. فيا اما اعملها على دايره بالشكل ده، يا اما اعملها على خط زي ده واخد بالي ان انا لما بزق البتوع دول كده البتاع دي هتقع من هنا تروح ايه داخله هنا. اوكي، فده اسمه السيركولر شيفت. فالشيفت في الدي اف تي هو سيركولر شيفت، مش شيفت عادي. وبتاع دي شغال طيب، انا صوتي عالي عموما مش هتفهم. نعم، مش فاهم ايه اللي حصل على الدايره. لفينا النقط. فالزيرو التايم زيرو كان عنده 4، تايم 1 كان عنده 3، تايم 2 كان عنده 2، وتايم 3 كان عنده 1. فانا لفيتها كده عشان تبقى ان ماينس 1 الفا ناحيه. فتايم 1 هو اللي بقى عنده 4 بدل ما كان تايم 0 هو عنده 4. ماشي. طيب تعالوا بقى نشوف حكايه السيركولر شيفت دي هتطلع لنا في ايه، في حاجه مفيده شويه. احنا في الانالوج سيستمز بتاعتنا عشان نعمل، لو هنعمل فلترنج يعني حاجه داخله على فلتر، كنا بنعمل ايه؟ بنضرب الفريكوانسي دومين بتاع الفلتر في الفريكوانسي دومين بتاع السيجنال، ونطلع منه فريكوانسي دومين بتاع الحاجه اللي طالعه. تمام؟ وبعدين نعمل انفرس فوريير ترانسفورم واي. تمام؟ او ده ايكويفالنت لايه؟ ان انا بعمل كونفوليوشن ما بين اكس واتش، اللي هو الشكل اللي قدامكم ده. تكامل اكس اوف تاو اتش اوف تي ماينس تاو بتاع اللي احنا عارفينه. تمام؟ فالمالتيبليكيشن في فريكوانسي دومين كان ايكويفالنت لايه؟ كونفوليوشن في التايم دومين. مظبوط؟ طيب تعالوا بقى نشوف لو احنا ضربنا الدي اف تي في بعضه هيحصل ايه؟ كويس؟ طيب اول حاجه عشان اضرب دي اف تي في بعضه لازم السايز بتاعه يبقى زي بعضه ولا مش لازم؟ لازم يبقوا نفس السايز ولا لا؟ هتبقى زيروز لو مش قد بعض؟ يعني لو دي اف تي سايز 5 ودي اف تي سايز 4 هتضرب 4 في 4 وبعدين تحط الخمسه قدام الزيرو؟ بقى دلوقتي سيركلر فغالبا لا مش هتبقى، لا مش سيركلر، بنتكلم على فريكونسي، فريكونسي دومين. مش مظبوط؟ يبقى هي لازم يبقوا قد بعض؟ لازم يبقوا قد بعض ليه؟ حد يقدر يقول لي رد منطقي؟ هي لازم يبقوا قد بعض او مش لازم يبقوا قد بعض؟ مظبوط، كل واحدة فيهم هي ايه؟ 2 باي في كي على ان، صح؟ فدي فريكونسي محددة. فأنا ما ينفعش آخد حاجة عند فريكونسي محددة وأضربها في السيجنال التانية في حاجة عند فريكونسي تانية. فلازم الفريكونسيز تبقى ايه؟ ماتشد مع بعض. فلازم الاتنين يبقوا ايه؟ نفس السايز. كويس؟ طيب في الدي اف تي بقى لو الاتنين نفس السايز وضربتهم في بعض هيطلع لي قول مثلا ان اكس اوف ان سايز 4 واتش سايز 4. كويس؟ وجبت الفريكونسي دومين بتاعهم بنفس السايز 4 و4 وضربتهم في بعض طلع لي واي كي سايز كام؟ دي 4 ودي 4 وضربتهم في بعض هيطلعوا كام؟ 4 برضه. طيب عملت لها اي دي اف تي الاربعه بتوع الفريكونسي دومين هيطلعوا لي واي اوف ان بكام؟ 4 برضه، صح؟ يبقى انا هاخد 4 في التايم دومين مع 4 في التايم دومين هيطلعوا 4 في التايم دومين. كويس؟ هل ده هو نتيجة الكونفوليوشن العادية اللي احنا نعرفها؟ لو انا عندي سيجنال 4 و4 وعملت بينهم لينيال كونفوليوشن عادي هيطلع لي حاجة سايز كام؟ 8 7 دي بلس دي ماينس 1 ماشي؟ هطلع 7. فيبقى اكيد اللي طالع من المالتيبليكيشن بتاع الدي اف تي في بعضه هيبقى مختلف عن اللي طالع من اللينيال كونفوليوشن العادي اللي احنا بنعمله، لان يعني ده هيطلع سايز 4 والثاني هيطلع سايز 7 مبدئيا يعني. ماشي؟ دي أول حاجة ناخد بالنا منها. طيب اللي بيطلع بقى ده لو انا عاوز اعمله في التايم دومين، يعني انا قدامي تو اوبشنز لو انا عندي اكس واتش دول وعاوز اعمل لهم فلتر. الاكس اعملها فلترنج باتش، يا اما اخد دي واضربها في دي اطلع واي، اعمل اي دي اف تي اطلع واي اوف ام، يا اما ايه؟ اعمل بقى حاجه اسمها سيركولر كونفوليوشن. هي الايكويشن الظريفه اللي تحت دي. السيركولر كونفوليوشن ده هو نتيجه الاي دي اف تي بتاعه الواي اوف كي. ماشي؟ فده هيطلع لي ايه بقى؟ هيطلع لي اللي احنا هنشوفه قدامنا، ده اكزامبل، انا عندي تو سيجنالز اهم، عاوز اعمل ما بينهم سيركلر كونفوليوشن، او ان انا واحده فيهم سيجنال والثانيه فلتر ودخلتهم على بعض في الدي اف تي، ضربت الفوريير ترانسفورم بتاع ده والفوريير ترانسفورم بتاع ده. هيحصل ايه بقى ساعتها؟ هعمل نفس الايكويشن اللطيفه دي، فهرسم اكس اوف ان بدل ما كنت برسم اكس اوف ان على خط، هرسم اكس اوف ان ايه؟ على دايره، فاكس 0، اكس 1، اكس 2، اكس 3،
وهرسم اتش اوف ان 1 2 3 4. طيب انا لما كنت قبل كده بعمل الكونفيجريشن كنت بعمل ايه؟ برسم دي وبرسم دي وبعدين بقلب دي كده صح؟ قلب دي كده في اللي احنا بنتكلم فيه هي انك تلف السيجنالز على الاتش الناحيه الثانيه. يعني انت لما بترفعها الناحيه الثانيه ده كان في بيريود ثانيه دخلت جوه زي ما كنا بنتكلم انك حاجه على دايره ان انا عندي بيريودز دي مفهوم انها بيريودز الحاجات عماله تلف تطلع من بيريود تخش في بيريود تمام. فادي اتش اوف ان وادي اتش ايه اوف ماينس ان. طيب عشان اطلع واي اوف زيرو هعمل ايه؟ قول تاني. احنا هنا كنا بنرسم قبل كده كنا بنرسم اتش اوف ان مثلا اهي 0 1 2 3 كنت برسم اتش اوف ماينس ان كده 0 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 صح؟ وبعدين باخد دي اضربها في اكس تمام؟ فدلوقتي لما بتيجي تعمل دي يعني تلف دي الناحيه الثانيه هتطلع لك بقى البيريود اللي كانت هنا يعني دي بيريودك سيجنال فالسيجنال اللي كانت هنا هتخش لك جوه. ما هي احنا بنلف البتاع كده بنقلب السيجنال فلو في حاجه في النيجاتيف هتيجي في البوزيتيف زي ايه؟ كويس؟ فالحاجه اللي في النيجاتيف اللي جت في البوزيتيف دي هي ايكويفالنت لايه؟ للي احنا بنعمله على الدايره دي. كويس؟ فاللي بيتعمل على الدايره هو بالظبط كانه لما بعمل البيريودك سيجنال والفها البوزيتيف نيجاتيف والنيجاتيف بوزيتيف البيريود اللي في النيجاتيف هتروح ايه؟ ضرباني كده في البوزيتيف. فادي اتش اوف ماينس ان اطلع منها واي اوف زيرو بان انا هضرب الاثنين دول في بعض كل واحده في ايه؟ في زميلتها اللي على الدايره الثانيه واجمعهم واطلع البتاع. طيب ادي اتش اوف ماينس ان. طيب اللي بعديها اللي هي واي 1 هتبقى اتش اوف ايه؟ 1 ماينس ان. فالواحد ده بدل ما كان على اليمين هنا الواحد ده راح فين؟ طلع فوق. السيجنال جفت الناحيه دي على الدايره. فبقى اتش اوف 1 ماينس ان ان انا بلف الحاجات الاتش ايه؟ الناحيه دي. طب اتش اوف 2 ماينس ان هلف واحده كمان، اتش 3 ماينس ان هلف واحده كمان. كل مره الف واضربهم زي ما كنت بعمل هنا ان انا شفت واضرب هنا بلف واضرب. اوكي؟ فطلع لي كده الواي اوف ان بتاعتي نتيجه السيركلر كونفجريشن شكلها عامل ازاي؟ لا مش سامع انت بتقول ايه؟ دي سمعتها كويس. انه اتنين؟ انا والله ما سامعك صوتك واطي، علي صوتك يا ابني. دي؟ كويس. لا اللي اتغير انها بدل ما كانت لفه كده بقت لفه كده. لا يا ابني اتش اوف ان كانت لفه كده 1 2 3 4 اتش اوف ماينس ان بقت لفه كده 1 2 3 4 كويس. فكده جبنا ايه؟ جبنا واي اوف ان بتاعه السيركولر كونفجريشن وطبعا دي ما هياش اللينير كونفجريشن. طيب اخر حاجه بقى لو احنا عاوزين نستخدم قول لا ما هو فريكوانسي دومين انا مش هعمله. الفريكوانسي دومين ان انا هاخد اكس اجيب لها اكس اوف كي واتش اجيب لها اتش اوف كي واضربهم في بعض واطلع واي واعمل لها انفرس. صح ما هو ده اللي حصل. صوت يا جماعه مش سامع صوت. ده كده اسمه سيركلر كونفجريشن. ما هو ده اللي هيطلع لو انا ضربت الدي اف تي في بعضه. كويس؟ انا دلوقتي مش عاوز اعمل كده، انا عاوز اخلي الدي اف تي ده بقى يطلع لي اللينير كونفجريشن. انا لو سيجنال داخل على فلتر اللي هيطلع هو اللينير كونفجريشن اللي جازر تقطع. انا لو جيت استخدمت الدي اف تي بالطريقه العاديه مش هيطلع لي اللينير كونفجريشن. هيطلع سيركلر كونفجريشن مش هيدي النتيجه اللي انا عاوزها. فانا عاوز اشوف بقى ازاي اخلي الدي اف تي يطلع لي نتيجه اللينير كونفجريشن. فايه؟
اللي احنا عملناه دلوقتي ده هو نتيجه السيركلر كونفوليوشن في التايم دومين اللي هي ايكويفالنت. انا على الكمبيوتر انا مش هعمل كده. على الكمبيوتر هاخد الاربع سامبلز بتوع الاكس اطلع اربع سامبل فريكوانسي دومين واربع سامبلز بتوع الاتش اربع سامبلز فريكوانسي دومين اضربهم في بعض اجيب واي اوف كي اعمل انفرس اف اف تي اجيب واي اوف ان فده هيطلع منه سيركلر كونفوليوشن. اللي هيطلع منه مش هو اسمه سيركلر كونفوليوشن اللي هيطلع نتيجه البروسيس دي هي سيركلر كونفوليوشن مش لينير كونفوليوشن. كويس انا عاوز اعمل بقى نفس الكلام ده بس يطلع لي لينير كونفوليوشن. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فهمت؟ صح. مش عشان هي بيريودك عشان انا عندي حته من 0 ل 2 باي خدت فيها 5 سامبلز. صح؟ يبقى عندي كل بوينت 2 عندي سامبل وخدت في الثانيه 4 سامبلز يبقى عندي كل بوينت 25 سامبل. فبقت السامبل الاولانيه دي هنا ودي هنا. الثانيه هنا وهنا. هضربهم في بعض ازاي؟ لازم يبقوا قدام بعض. ماشي؟ طيب انا لو انا عاوز اعمل بقى linear convolution للبتاعة دي اعمل ايه بقى؟ How to force circular convolution اللي هو يطلع linear convolution اعمل ايه؟ لو انا عندي x و h دول السايزز بتاعتهم خلينا نبص هنا. لو انا عندي x السايز بتاعها l وال h السايز بتاعها m كويس؟ linear convolution ما بينهم هيطلع ايه؟ زي ما قلنا ده بلس ده ماينس 1 تمام؟ يعني لو واحدة فيهم طولها 3 والتانية طولها 4 يبقى انا اللي هيطلع لي في الاخر 6 كويس؟ طيب لو انا عندي 6 في التايم دومين ايه هو الفريكوانسي دومين اللي يعمل لهم ريبريزنتيشن؟ اقل فريكوانسي دومين يعمل ريبريزنتيشن ل 6 سامبلز في التايم دومين. لو انتوا فاهمين واحد على مليون من اللي انا بتكلم فيه هتردوا على طول. 6 صح؟ مش احنا قلنا لازم الفريكوانسي دومين يبقى اتليست السامبلز اللي فيه قد التايم دومين؟ كويس يبقى انا لو انا عندي 6 في التايم دومين ما اقدرش اعمل لهم ريبريزنتيشن باقل من 6 في الفريكوانسي دومين. خلاص؟ يبقى انا هعمل ايه بقى؟ لو انا عاوز اعمل القصه دي بالديسكريت تايم فورير ترانسفورم مش هيبقى فيه مشكله، يعني انا لو خدت اكس اوف اوميجا الكونتينيوس واكس اوف اتش واتش اوف اوميجا الكونتينيوس وطلعت واي اوف اوميجا الكونتينيوس هيطلع لي النتيجه الصح. وخدت واي اوف اوميجا دي رجعتها في التايم دومين هتطلع مظبوطه. كويس؟ طيب ده شكله كده في التايم دومين واي اوف ام شكلها كده في التايم دومين اللي هو جينيا كونفوليوشن العادي. طب انا محتاج اعمل ايه بقى؟ انا محتاج دلوقتي الواي عشان تطلع الحاجه الصح لو هي كونتينيوس هتطلع الحاجه الصح. طيب لو عملت فيها كام سامبل تطلع الحاجه الصح؟ اللي هم ايه؟ 6. لو انا عندي 4 و3 يبقوا 6. خلاص؟ يبقى انا لو انا خدت سامبلنج في واي اوف اوميجا دي ب 6 بان بتساوي ال بلس ام ماينس 1 دي هتريبريزنت اللينير كونفوليوشن. كويس؟ لان خلاص هي دي مطلعه صح وعملت فيها سامبلنج اكتر من عدد السامبلز اللي في التايم دومين فيبقى البتاعه دي بتريبريزنت صح. يبقى انا ببساطه شديده ده هيطلع ازاي؟ ان انا لو ضربت اكس في اتش والاثنين السايز بتاعهم السته اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى انا لو خليت الفريكونسي دومين بتاع السيجنال الاربعه خدت فريكونسي دومين 6 والسيجنال اللي هي فيها 3 سامبلز خدت فريكونسي دومين 6 وضربت الاثنين دول في بعض هيطلعوا لي السبيكترم بتاع واي اوف ان اللي هو نتيجه اللينير كونفوليوشن. اوكي؟ يبقى انا لازم اخد ايه بقى؟ اكس واتش لازم يبقوا السايز ان اللي هو دي زائد دي ماينس 1. ما ينفعش الثلاثة تعملها ثلاثة وتضربها في أربعة من أربعة، مش هتنفع. هتيجي إزاي؟ مش أنت لسه سائلني أنت نفسك، لسه سائلني حالًا. بالظبط، الثلاثة دي تخليها أربعة. والأربعة بأربعة وتضربهم في بعض، هيطلع لك سيركلر كونفوليوشن. إنما لو خليت دي ستة ودي ستة، هيطلع لك لينير كونفوليوشن. كويس؟ فـ لو إحنا دلوقتي بقى إيه الـ الـ زي ما قلت لكم، زيادة السايز في الفريكونسي دومين equivalent لانك انت كانك بتانسرت زيروز في الايه؟ في التايم دومين، فدي اسمها زيرو بادنج.
اسمها ايه؟ زيرو بادينج. يبقى البادينج ده does not change the spectrum. انا لما احط زيروز بعد السيجنال مش هيفرق في السبيكترم بتاعي في اي حاجه. يبقى انا كمان عندي الاكزامبل ده، انا عندي اكس اهي واتش اهي كويس، وعاوز اعمل لينير كونفوليوشن. قدامي حاجه من اثنين، يا اما اعمل السيركلر كونفوليوشن نفسه بس ما بين السيجنالز بعد ما حطينا فيها الزيروز دي بحيث ان الاثنين يبقوا ستة، فزودت هنا صفرين وزودت هنا ثلاث اصفار، واعمل ما بين دول سيركلر كونفوليوشن هتراجع نفس النتيجه. او ان انا اعمل لدي اف اف تي سايز 6 ولدي اف اف تي سايز 6 واضربهم في بعض كويس واعمل اي دي اف تي، وده اللي بعمله على الكمبيوتر في الحقيقه. محدش بيعمل الكونفوليوشن باكويشن الكونفوليوشن، الناس دايما بتعمل الكونفوليوشن باكويشن الايه؟ الاف اف تي. تعمل اف اف تي واحده واف اف تي الثانيه وتضربهم في بعض عشان تطلعه مظبوط بتعمل ايه القصه دي. فانت بقى لو جيت على الكمبيوتر جيت تعمله، عندك مثلا اري فيها 16 واري فيها 16 مثلا، وعاوز تعمل ما بين الاثنين دول كونفوليوشن، فهتعمل دي اف اف تي سايز 32 ودي اف اف تي سايز 32 وتضربهم في بعض وتعمل اي اف اف تي، هيطلع لك النتيجه اسرع من انك انت تعمل ايه الكونفوليوشن شخصيا على الكمبيوتر وهتجربوها يعني. اوكي اي سؤال؟ طيب انا ان شاء الله برضه يوم الاربعاء هخش لكم، والحد اللي جاي قبل ما الدكتور شرش يخش لكم يعني في السي دي ام اي عشان الاسبوع الجاي تعرفوا تحلوا في السكاشن.